هبت سفارة دولة الكويت في واشنطن أمس بالطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في ولاية فلوريدا والتي من المحتمل أن تكون في المسار المتوقع لإعصار إرما أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم. وقالت السفارة في بيان لها إنها ترجو الأمن والسلامة لجميع الطلبة والمواطنين الكويتيين لا سيما في المدن الساحلية في ولاية فلوريدا، داعية إياهم إلى اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية والتي تتعلق بمواجهة هذا الإعصار وتأمين سلامتهم. وحتى بيان السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها وذلك لإطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذا الإعصار، أما بالاتصال على السفارة مباشرة أو مكتب الثقافي في العاصمة واشنطن وذلك على الأرقام التالية: رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن 001-2022-620758 ورقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 001-2023-642-104.